الحمد لله الذي تفرد بالعزة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي أنزل المصيبة والموت والبلاء، وجعل معه الصبر والسلوان. حيثما ليل همومي أظلم وأحاط الكرب بي واستحكما، كنت أدعو وأنادي دائما: يا لطيف الصنع، يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، ويا ماضي الأمر إذا ما حكما، فرج الكرب الذي حل بنا، فرج الكرب الذي حل بنا، إن ذا الكرب علينا عظما. واستجب لي يا إلهي دعوتي، أنت ربي ورحيم الرحماء. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الجبار، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا عند الله محمدًا المختار، وهو القائل: لموت أمة أهون عند الله من موت عالم، لموت أمة أهون عند الله من موت عالم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد الحبيب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وصلاة دائمة إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الصابرون الصامدون المجاهدون الأعزاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل هذه الكلية العامة تعطينا الإيمان كله، أن لا خلود لأحد في هذه الحياة،
فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابتكم مصيبة فتذكروا مصيبتكم في، إنها والله لحق. فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين المسلمين إنها لمصيبة. اهتزت صحابة، ومنهم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أشهر سيفه وقال: من يقول قد مات رسول الله قطعت رأسه، إنه ذهب ليناجي ربه كما ذهب موسى عليه السلام. وقف سيدنا أبو بكر الصديق برباطة جأش وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول سيدنا عمر الفاروق: والله إني سمعتها منه كأنها الماء نزلت على جسدي وكأنها أنزلت توأم. كأنها ما كان سمع هاي الآية أنزلت توأم.